مرحبا أحبائي الأطفال، اليوم سوف نأخذ حرف التاء مع كلمات الإملاء وتقطيعها. هل أنتم مستعدون لنبدأ؟ انظروا إلى هذا الحرف، ما اسمه؟ إنه حرف الثاء، حرف الثاء، وصوته إث، صوته إث. أشكال حرف الثاء، لنراجع معا أشكال حرف الثاء. حرف الثاء يأتي على شكلان، متصل ومنفصل. متصل بالكلمة في أول الكلمة، كما تشاهدون له يد واحدة تمسك بالكلمة التي بعدها، وفي وسط الكلمة، وهو يأتي له يدان، يد تمسك بالحرف الذي قبله في الكلمة، ويد تمسك في الحرف الذي بعده في الكلمة. ويأتي منفصلا، يكتب على السطر لوحده في آخر الكلمة. تقطيع الكلمات، لنقطع الكلمات الإملاء معا. الكلمة الأولى هي كلمة ثوب، ثوب. انظر إلى الحرف الثاء المفتوح، جاء بعده حرف من حروف المد وهو الواو. ثو هو مقطع طويل، سوف يجلس على الكرسي معا. وحرف الباء المضموم، أي حركته الضمة، سوف يجلس بالكرسي لوحده، فيصبح الكلمة أو فتصبح الكلمة من مقطعان، ثو بو. لننظر إلى الكلمة الثانية، لدي كلمة ثورو، ثورو. الكلمة تبدأ بحرف الثاء المفتوح، ث ث، وجاء بعدها حرف الواو وهو من حروف المد، ثو سو. سوف يجلسان على نفس الكرسي لأنهما صديقان لا يفترقان، والواو هو أحد حروف المد. أما الراء التي حركت بالضم سوف تجلس على الكرسي لوحدها، فتصبح الكلمة مكونة من مقطعان، ثو رو، ثو رو. لننظر إلى الكلمة الثالثة، في رانو. حرف الثاء جاء مكسورا، وجاء بعده أحد حروف المد وهو الياء. سوف يجلسان معا على نفس الكرسي، في مقطع طويل. لننظر الآن إلى حرف الراء. حرف الراء جاء بعده مباشرة حرف مد الألف، وهما صديقان لا يفترقان، را. إذن مقطع طويل، في را، في را. وفي النهاية جاء حرف النون مضموما، سوف يجلس على الكرسي لوحده، فتتكون الكلمة من ثلاثة مقاطع، ثيرانو، ثيرانو. نأتي إلى الكلمة الرابعة، ثمارو. لننظر إلى كلمة ثمارو، نرى أن كلمة ثمرو الحروف الثلاث فيها جاءت متحركة، حرف الثاء بالفتح، وحرف الميم بالفتح، وحرف الراء بالضم. سوف يجلس كل حرف على الكرسي منفردا، ثمرو، ثمرو. تتكون من ثلاثة مقاطع قصيرة. نأتي إلى آخر كلمة، الكلمة الخامسة، ثعبان، ثعبان. لننظر إلى الحرف الثاء في بداية الكلمة المضموم، حرك بالضم، وجاء بعده حرف ساكن، أي عليه سكون، وقلنا أن السكون تحب جميع الحركات، الفتحة والضمة والكسرة، فسوف يجلسان معا على نفس الكرسي، ثع، سيكونان المقطع الطويل، ثع. لنأتي إلى حرف الباء. حرف الباء جاء بعده أحد حروف المد وهو الألف، وهما صديقان لا يفترقان، با، با. سوف يجلسان على نفس الكرسي، إذن المقطع الأول ثع، والمقطع الثاني با. لننظر إلى آخر حرف حرك بالضم، نو، نو. سوف تجلس لوحدها، إذن تتكون الكلمة من ثلاثة مقاطع،
ثعبان ثعبان. أردد القصيدة منتبها لحرف الثاء فيها. لنبدأ. جاء الثعلب يلبس ثوبا يخدع فيه الديك وقال صمت 3 ليال حتى أنجو من سوء الأفعال بلغ كل دجاج الحي خبث الثعلب راح وزال صح الديك كفاك خداعا ابعد عني يا محتال. إلى هنا أحبائي أكون قد أنهيت درسي اليوم. أتمنى منكم أن تكونوا قد استفدتم، وأطلب منكم بكل رجاء أن تحفظوا كلمات الإملاء غيبان كتابة وتقوموا بتقطيع الكلمات على الدفتر.